كريم. ريم الو ريم ريم. طيب اخذ مريم. الو مريم. الو اتفضلي. ايوه يا دينا ازاي؟ الحمد لله اتفضلي. طيب انا عندي ممكن اقول احلامي؟ اتفضلي انت معانا على الهوا. تمام. انا لو سمحت انا كنت حلمت ان انا كنت ماشيه في طريق وراكبه عجله والطريق ده كان مقفول وكان من الحيطه للحيطه، بس الحلم ده كان استخاره بعد استخاره على شخص كان متقدم لي. ايوه تمام. وكان سبق لي الزواج قبل كده. اكيد. وشفت ان في عمال بتشتغل في الشارع ده والطريق مقفول. وبعد كده لقيت العامل بيقول انا ممكن افتح لكم مكان للجنب تعدوا منه، بس خدوا بالكم من البير لان البير ده اللي هيقع فيه كده خلاص. فجيت عديت الناحيه الثانيه بس وقعت على ايدي، ما وقعتش في البير. مشيت لاخر الشارع ده، بعد ما مشيت فيه لقيت الشارع بقى كويس وبقى حلو جميل، ولقيت امي قاعده فيه، ولقيت الشخص اللي هو كان متقدم لي ده ومعاه ابنه الصغير، بس ابنه شكله جميل جدا في الحلم غير الواقع خالص. وبعدين شفت الشخص ده فبقول له انت هنا بتعمل ايه؟ قال لي انا بقبض لمراتي 148 جنيه. كام؟ 148 جنيه؟ أيوة. فقلت له ليه 148؟ قال لي هو قضاها كده، هي دي مش هتسيب لي حاجه وكده. فلقيت ابنه راح واخد ايدي حاططها في ايد ابوه، وراح ابوه بايس ايدي وكده. وبعدين قلت انا رايحه المستشفى لما لقيت ايدي زرقت وكده، ورحت المستشفى فعلا ووقفت دور بتاعي وكده، كانت واحده خلصت وركنت في جنب وانا وقفت على الشمال. ده الحلم الاول. الحلم الثاني هو متجوز في الواقع فعلا يا مريم؟ طيب هي كانت في واحده هي السبب في المشكله او الفراق ما بيناتكم؟ هي كانت مراته. مراته؟ ومامتك وضعها ايه؟ لا ماما كانت رافضه في الاول، بس بعد كده هو جه البيت وكده وانا عملت استخاره وشفت الرؤيه دي. انا شايفه رفض من ماما كمان. طيب ماشي كملي. بعد كده شفت رؤيه ثانيه ان انا راكبه اتوبيس مع واحده انا ما اعرفهاش، وكنا في طريق سفر، وبعدين الست دي كان معاها ولدين وبنت، بس البنت لما نزلنا من الاتوبيس البنت تاهت وشويه، ولقينا واحده جايباها وجايه مديها لنا. وبعدين قلت لها طب ثواني انا هسيبك وهروح البيت عندي اجيب حاجه. لما رحت البيت وقفت تحت البيت عندي لقيت زوجه الشخص اللي هو اللي انا قلت لحضرتك عليه في الرؤيه اللي فاتت. لقيتها واقفه في البلكونه عندي مطرحي، وجايبه برواز جنب البرواز بتاعنا اصلا في شقتنا لونه ذهبي، والبرواز بتاعي عليه سوره ياسين، وبتقول لي انا نزلت العفش بتاعك وطلعت العفش بتاعي. فقلت لها خلاص اوكي اديني البرواز بتاعي. قالت لي لا انا هسيب البرواز ده عشان لما القمر يظهر في السماء يضرب شعاعه فيه. علشان لما القمر يضرب في السماء يظهر في السماء يظهر في السماء يبقى معاه فيه شعاعه فيه. يضرب الشعاع في البرواز بتاعي. في البرواز. تمام. في البرواز بتاعي. فقلت لها طيب انا عايز البرواز بتاعي. فقلت لها طب انزلي لي. هي كانت حاطه ميك اب كتير جدا اوفر قوي، وكانت حاطه روج كتير وميك اب كتير لدرجه انه كان مغير ملامحها نهائي. وكانت بشعرها، وكانت لابسه بلوزه بيضه وتوكه بيضه وبنطلون ضيق اسود. وبعدين كان معاها ثلاث بنات في الحقيقه لقيتهم في الحلم ثلاث ولاد. ومنهم ولد اسمه زياد. وبنتها في الحقيقه اتحولت وابنها في الحقيقه اتحول لبنت بس شكلها مش حلو. ابنها اللي هو مين؟ الشخص اللي عايز يتقدم لك؟ اتحول لبنت؟ لبنت بس شكلها مش حلو. شكلها مش حلو. بالظبط. وما كانش ليها اسم في المنام صح؟ لا ما كانش ليها. هي بنت. طيب كملي. تمام. وبعدين بقول لها انا عايزه اسالك سؤال، انت عملتي لي سحر؟ قالت لي لا انا ما عملتلكيش سحر، انا خليت ولادي يدعوا والدنيا بتمطر ان باباهم يرجع لهم تاني وهو رجع لهم تاني. قلت لها طب انت ما كنتيش خايفه وانت بتنزلي العفش بتاعي وبتطلعي العفش بتاعك؟ قالت لي لا ما هو ما حدش شافني، وكويس ان ما حدش شافني. تمام. انا بعمل تمام. بس انا نزلتها من شقتي. طيب بصي يا مريم. نعم. الغي الموضوع ده خالص. ليه؟ الرموز في الرؤية سيئة جدا 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 فوق ما تتخيلي. اولا الرؤية الاخيرة دي ان هي يعني مش عارفة سورة ياسين طبعا لو قرأت له، فانت مكسرة الدعاء جدا علشان الموضوع يكتمل. لكن هي بتقولك لما يظهر القمر والشعاع هيضرب في السورة دي، عارفة الشعاع ده هم دول اولاده، فالموضوع هيبقى معاكي في وقفة كده مش حلوة خالص. حتى هي جت تحولت
قدامك او كان في معاها بنات وبعدين يتحولوا لاولاد، فالموضوع سيء هنا. ولا ممكن هو كمان الشخص نفسه، لا مش وقت، الشخص نفسه جه بعد كده اتحول لواحده شكلها مش حلو، معنى كده ان دنيتك معاه وحياتك معاه هتبقى سيئه جدا لا قدر الله. الرؤيه الاولى في حفره، انا لاحظت من الحفره دي اللي هو حد قال لك الحفره دي مش سهله وكده، هي واحده ممكن تكون زوجته. الموضوع لو فعلا حصل تقارب من الشخص ده الموضوع هيبقى صعب جدا، حتى لو كان انفصل عن مراته هتقعي في كرب مش سهل، مش سهل ابدا. انت لا زيهم ولا قدهم ولا قد المواجهه اللي ممكن تمري بيها في حياتك، فادعي من ربنا وعليكي بسوره ياسين فعلا هي لما قرات له ان ربنا يرزقك بالزوج اللي يصونك ويقدرك، واقفلي الباب ده تماما. معلش حاولي ان انت تقفليه حتى لو انت مقتنعه بيه او حباه، حاولي انك انت كده ترضي بالرؤيه لان رؤيه من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا يكتب لك الافضل والله اعلى واعلم. طيب معايا مين تاني؟ معايا ناهد.